نجم الاهلي السابق كابتن الكبير كابتن حماده مرزوق. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يبارك فيك، انت منور دايما كده. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بسعد بيك والله يا كابتن. ربنا يبارك فيك، انا اسعد والله. دي ثاني مره بتهيألي. ده انا بتشرف بيك لثاني مره فعلا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. عندنا الاهلي في الدوري، عندنا الاهلي في افريقيا، عندنا الزمالك خسر امبارح بس فرصه لسه يا كابتن حماده. انا يعني ناخدك على الزمالك على طول عشان نطمن بس الجماهير الزملكاويه. احنا بنقعد نهزر معاهم صحيح، وبنقعد على الفيسبوك كده بنتناوش احنا واصحابنا الزملكاويه، لكن يعني في الحقيقه بنتمنى لهم التوفيق. يعني اكيد بطوله كونفدراليه، واحنا كمان كاهلاويه عايزين برضو يبقى فيه حد كمان من مصر ايا كان النادي هو مين يكون ليه تشريف في افريقيا. يعني لا، هو طبعا في الاول وفي الاخر نادي الزمالك دايما بيهم كل المصريين، سواء جماهير النادي الاهلي او اي جماهير، بصرف النظر عن اي اختلافات او اي اوضاع معينه. لكن طبعا انا شايف ان نادي الزمالك هو القطب من اقطاب مصر، انديه مصر، ومفترض ان هو يبقى موجود على الساحه الافريقيه، لانه بيدينا كمصر بيدي تقل كبير جدا، ودي حقيقه. بالزبط يعني بالزبط. فبالتالي مصلحه الناس كلها ان يبقى متواجد وبقوه الانديه المصريه، خصوصا لما يبقى الاهلي والزمالك بيبقى ليهم تواجد، بيعملوا طفره كبيره جدا، وبيعملوا تقل للبطوله اللي هم داخلين فيها. أكيد. بصرف النظر عن اي شيء، لكن طبعا انا شايف ان نادي الزمالك ممكن لسه الفرصه موجوده. الاول اعتقد اربع نقاط والزمالك نقطه بالظبط، الفروقات قليله جدا، يعني ماتش واحد يخليهم بالظبط. وانا شايف ان نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله هيكمل ان شاء الله. امرهم غريب قوي يا كابتن، يعني الفرقه تقيله وفرقه كويسه، وللاسف لكن تصريحات، عارف تصريحات تخليك انت كمان تندهش شويه. يعني لما المدرب يطلع يقول البطوله الكونفدراليه اقوى من البطوله الافريقيه، برضو انت كده بتخلي اللعيبه برضو ماتشات سهله. يعني ماتش امبارح يكسبوه كتير. لا، هو الحقيقه النادي الزمالك لما المسؤولين عنه بيقللوا الكلام، النادي بيمشي كويس، ودي حقيقه. واي مجال رياضي او اي نادي المسؤولين عنه بيعوا اسم النادي بشكل كويس، ويحترموا قدراته، ويحترموا ان اي كلام بيتقال هو محسوب عليهم. زائد ان في الحاجه الثانيه كمان، ان بيخلوا اللعيبه تركز بشكل كويس بالزبط. انما ما شتتهمش ببعض التصريحات العنتريه، بعض الكلام اللي مفترض ان هو بيعادي حد معين او بيكلب حد معين، لكن هو في نفس الوقت هو بيشتت اللعيبه بشكل كبير جدا. طب استاذنك اخد دكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره نادي الاهلي ورئيس بعثه الناشئين 2006 في الامارات. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عبد الحميد، تحياتي لحضرتك وكابتن حماد. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما كده وجهه مشرفه النادي الاهلي في اي مكان يا دكتور محمد. ربنا يخليك يا كابتن. بطوله قويه جدا في الامارات، بتضم فرق كبيره جدا، يعني اعتقد برشلونه، الريال، تشيلسي، يعني بورتو البرتغالي، يوفنتوس الايطالي، العين والوحده، حاجه جميله جدا. والوصل من الامارات كمان بطوله قويه جدا، وبطوله اعتقد ان هي قبل كمان ان احنا نكسب او ما نكسبش احتكاكات قويه جدا يا دكتور محمد. مظبوط يا كابتن عبد الحميد، فعلا هو البطوله يمكن في السن ده بتاع 13 سنه تعتبر اقوى بطوله يعني موجوده بتتعمل خلال الموسم، يعني لانها بتجمع فعلا فرق زي ما حضرتك قلت كده من كل النواحي، يعني في من اوروبا وفي من امريكا الجنوبيه، في سانتوس البرازيلي برضو كمان مع فرق اوروبيه كبيره تواصلت بيها، وفي طبعا فرق برضو من الامارات زي الوسط والعين والوحده. فالنادي الاهلي اعتبر يمكن النادي الاهلي الفرقه المصريه والفرقه الوحيده اللي موجوده هنا، يعني الوحيده اللي توجه لها الدعوه، فدي الحمد لله حاجه برضو جديده عن النادي الاهلي، يعني دايما متواجد في كل فرقه. اكيد يا دكتور، احنا بنحاول نتابع حضرتك، يعني هنتعبك بقى معانا في المداخلات، هتبقى مداخلات كتير اكيد طبعا، لكن بنحاول نكون معاكم دقيقه بدقيقه عشان نطمن جماهير النادي الاهلي كمان على ناشئين 2006 او البطوله. كمان كسبنا اول مباراه 4-0 يا دكتور. مظبوط مظبوط، مباراه مع الوحده 4-0 دي كانت الدور. هو البطوله نظامها كابتن عبد الحميد فيها 20 فريق، يعني احنا مجموعتنا فيها 4 فرق، بس في مباراتين يعني في اليوم، مباراه الصبح ومباراه بالليل. تمام. وبعدين بالظبط، بعد كده بقى بيبدا يعملوا بقى الدور 16 ودور الثمانيه وهكذا. الحمد لله طبعا كان مهم جدا المكسب بتاع الصبح ده، ساعدنا الوحده ولعبنا اداء كويس. المباراه الثانيه بقى كانت فرق قويه جدا
ده سيلتا فيجو، سيلتا فيجو الاسباني، كان وهو الفرقه بتاعته مش بتاعته يعني، فرقه من فرق التوب يعني في اسبانيا يعني، اكيد طبعا بيروح عن برشلونه وريال مدريد في المرحله العمريه دي. تمام. كان صراحه كانوا ممتازين وجربوا طول الماتش بقوه وكانوا قريبين جدا يعني، المباراه ما وصلناش سنة 22 بس احنا كنا لحد اخر نفس يعني كويس. حتى الناس الاسبان اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش سواء من يعني مش من سانتا فيجو، من الناس اللي جايه تتابع البطوله وكذا حد من الكوتشز الثانيه في الكاد ومع كذا حد، قالوا اللعيبه بتاعتنا فايترز يعني، قالوا ان هم موهوبين وفايترز ان هم الاخر بحثه بيلعبوا وكانوا قريبين من التعادل جدا. فدي حاجه الحمد لله يعني، عارف بتطمنك انه خرجوا من الماتش رغم ان فرقه قويه ماتش 2-1 يعني، اكتر من واحد كان بيعيطوا بعد الماتش. طبعا احنا قعدنا معاهم واتكلمنا يعني، انا وكان طبعا فتحي مبروك وطبعا كان كابتن فارس سيد، اتكلمنا معاهم طبعا الحمد لله يعني، كنا واحد نفسيه دي ان هم لسه عندهم ماتش بكره ولو ان شاء الله في اسبوع هيصعدوا عادي الدنيا باذن الله فرصهم قائمه بقوه يعني. لكن الحته دي على قد ايه ما هي ضايقت الواحد، بس على قد ما يعني ريحته وراحته ان ده يعني الاحساس اللي 13 سنه حاسينه ناحيه النادي الاهلي ان هم ما يقدروش الهزيمه، حتى لو من فرقه كبيره وفرقه قويه لا ما عندهمش الهزيمه دي، اكيد هم اتربوا على كده وكبروا على كده واكبروا على كده ويعني ربنا يكرمهم بكره ان شاء الله. تخيل يا دكتور بقى الروح بتاعه الولاد دي وكمان لما يكون كمان متاسسين فنيا حلو قوي، تخيل ممكن نعمل ايه بعد كده؟ بالظبط دي النقطه فعلا، وهو المنطلق من هنا فعلا يا كابتن عبد الحميد، ان انت بتحتك بقى بالفرق الكبيره دي وبتروح البطولات دي، لان اكيد دي هتفرق معاهم كتير في حياتهم، دي بالنسبه لهم برضو هتبقى نقله كويسه ان هم ياخدوا خبرات ويتعودوا على الاجواء اللي بره دي ويتعاملوا مع الفرق دي، الفنيات بتاعتهم تعلى مع الوقت وخبراتهم تعلى. بالظبط ان شاء الله يعني المشيين دول زي ما هم مستقبل النادي، هم الكنز الحقيقي للنادي ده، المشيين في كل في مختلف الحاجات يعني، فاهم؟ حتى سياسه الاداره وكابتن خطيب ان يبقى ليهم الاهميه الكبرى والاولويه ان انت عليهم. اكيد يا دكتور، يعني انا دايما اكلمك بصراحه وانا عارف حضرتك طبعا متفاهم وحاجه جميله جدا ومثال فعلا جميل جدا في النادي الاهلي، لما اسمع الناشئين في النادي الاهلي تحديدا فايتر وروح وبنعيط بعد ماتشات احنا خسرناها او تعادلنا فيها، دايما بقول ايه لما نصقل بقى يعني الكم الهائل من الروح دي، لما نصقله بفنيات ويبقى اللعيب كمان عارف في الملعب هو بيعمل ايه، استحاله حد يقف قدام اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تحديدا بكميه الاهلاويه اللي هي فيهم وكميه حبهم للنادي وعشقهم للنادي لدرجه انهم يعيطوا بعد المباريات ولدرجه الحاله الفايترز اللي بقوا فيها في الماتشات. فتخيل لما نصقل بقى هذه الروح بالحاجات الفنيه القوي زي ما اللعيبه بتاخد بره في برشلونه وسالتا فيجو زي ما حضرتك بتقول، مفيش حد يقف قدام لعيبه النادي الاهلي خالص. دي حقيقة، دي حقيقة. هو فعلا بعيد عن يعني انت عندك الحمد لله التالنت اللي موجودة في اللعيبة بالظبط بالظبط فنيات او روح ويعني انا حتى قلت له من قبل الماتشات انتوا على وشكم بتديها كلكم يعني، فعلا انا مش حاسس ان انا طالع مع ناشئين صغيرين او اطفال، لا بالكبار فعلا الكبار يعني في تعاملهم في الجدية في الروح في الاداء، حتى ده بشهادة الناس اللي كانوا حاضرين الاسبان يعني. تمام. فدي حاجه الحمد لله، هم بيلعبوا كمان في الملعب بصراحه مستوى ممتاز يعني، ده وبيرجع لكابتن فتحي مبروك وكابتن جمال السيد عاملين فعلا فرقه كويسه بينقلوا مع بعض الكوره بشكل سريع وبيهدوا اكيد اكيد يعني بيلعبوا حلو جدا مع بعض، فالحمد لله دي برده حاجه مشرفه للنادي، واحنا يمكن اجواء ما بعد المباراه احنا هديناهم شويه وحتى خدناهم كده البول اللي في الاوتيل هنا بعد الماتش فكوا شويه نفسيا اكيد عشان يحسوا برضه ان لان هم لسه بكره ان شاء الله ماتش اسهل من ماتش النهارده، ولو كسبوا ان شاء الله بيكملوا دور 16 بس يا رب. هم بالنسبه لهم يعني كانوا قادرين اصلا الهزيمه، دي حاجه كويسه جدا يا رب. مين الفرق اللي خدت عينك قوي يا دكتور؟ والله لا في طبعا ريال مدريد الصبح عامل ماتش كسبان العين 9-0 يا ساتر.
الفرق الثقيله هنا. وريال مدريد بقول لك فعلا يعني الفرق اللي معانا مش يعني قريبه جدا قريبه جدا من ريال مدريد. طبعا 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 عامل تيم كبير. في اليوفنتوس برضه عامله ماتشات قويه، برشلونه طبعا. لا يعني في فرق كتير هنا. هو في النهايه الهدف الاحتكاك بالناس، الاحتكاك ان شاء الله بالناس يكون على اعلى مستوى ويحققوا باذن الله مركز يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب يا دكتور يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا وواجهه مشرفه زي ما معودنا على طول. دكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الناشئين 2006 في الامارات، شكرا جدا جدا لحضرتك على هذه المداخله. فاكر لما كنا بنتكلم انا وانت قبل كده؟ في مراحل الناشئين تحديدا اتكلمنا ان الروح مطلوبه قوي، لان الروح ما صعبه قوي انت تاخدها، هي بتبقى فيك انت نفسك كلعيب، والنادي الاهلي كمان لما بتدخله تحس ان انت رحت في حته ثانيه خالص. لما تكون بقى بتثقل هذه الروح وهذا الانتماء تثقله بقى بالفنيات والحاجات اللي اتكلمنا فيها انا وحضرتك قبل كده، الموضوع هيبقى مختلف تماما يا كابتن. تمام. هو طبعا مبدئيا كده مفترض ان دايما لعيبه النادي الاهلي انت بتنقي كفنيا بيبقى فيه العين موجوده، فمفترض ان انت بتنقي احسن العناصر اللي موجوده على مستوى مصر. بالظبط. تاني حاجه ان انت بيجي لك كم كبير جدا من اللعيبه تحت الاختبار، زائد ان انت بتبقى حاطط عينك بالظبط كده. فانت عندك الفرصه الكويسه ان انت تقدر تنقي تنتقي الناحيه الفنيه اللي هي عاليه جدا. بالظبط. لما تضيف الناحيه الفنيه ديت مع اداره فنيه مدرب مستوى يطور عالي بقى. يطور بيطور من اداء الفنيات اللي موجوده. الحاجه الثالثه اللي هي الاثنين دول بيتبلوروا معاهم، اللي هي حته الروح العاليه جدا بتاعه النادي الاهلي، اللي هي بتميز النادي الاهلي، بتميز لعيب الكوره الولد الصغير اللي موجود وبيخش النادي الاهلي وبيبقى بيكتسب الحته ديت من اي شيء حواليه، سواء المدرب بتاعه، سواء الاداري بتاعه. بالزبط. سواء اي حتى لو هو متابع الفريق الاول بتاع النادي الاهلي بيشوف الحته ديت بشكل كويس فبيكتسبها، فبالتالي هي موجوده على مدار سنين طويله جدا، موجوده في جميع العناصر والقطاعات اللي موجوده في النادي الاهلي. لكن في العموم لما يكون فريق بحجم فريق النادي الاهلي مع سيلتا فيجو ومع برشلونه ريال مدريد يوفنتوس، فرق كبيره قوي، وبقى النادي الاهلي الممثل، حاجه كويسه جدا، والاحتكاك في حد ذاته هيفيدك حتى لو خسرت. بيقول لي الريال كسب العين 9. لا هو طبعا كونك ان انت مشترك في البطولات ديت، انت يعني اللعيبه بتاخد وبتكسب حته الخبره بدري. بالظبط. يعني الماتشات والمدرب يا كابتن اهم حاجه. المدرب طبعا المدرب يعرف هو فين. بالظبط. هو فين من الجديد اللي موجود؟ بالزبط. انت بتلعب فرق يعني على اعلى مستوى في الكره العالميه، في ملاعب نظيفه، في اجواء كوره، اجواء كوره، زائد فرق عاليه جدا على مستوى العالم، يعني فرق عالميه. فبالتالي انت بتكتسب خبرات في كل شيء، سواء الولد الصغير اللي بياخد خبره ويبتدي وهو صغير بعد ما يفوت سنتين او ثلاث سنين وهو بيلعب في الفريق الاول. انا لعبت من ثلاث اربع سنين. بالزبط. لعبت فرقه مثلا ريال مدريد. بالزبط. او اتلتيكو. بالزبط. او يعني فخلاص هو هيلاقي نجوم معاه اساسا، بقوا نجوم كبيره جدا. بالظبط كده. فهيكسر الحته دي، خلاص هيكتسب الخبره وهو صغير. وكذلك برضه زي ما حضرتك قلت الناحيه الفنيه بالنسبه للمدير الفني بيكتسب برضه الجديد اللي موجود. هو ده المهم، هو ده اللي هيرفع من العنصر الاساسي اللي موجود، اللي هي الناحيه الفنيه للاعيب الكوره الصغير. بالظبط بالظبط. النهارده ذكرى وفاه الكابتن سامي البطل، لو حضرتك عايز تتكلم على هذه الذكرى او هذا الرجل العظيم يعني. لا هو الحقيقه انا لو ابتديت اتكلم على الكابتن ثابت يعني مش هيوفي له حقه مهما طال الوقت. دي حقيقه. انا يمكن يعني كنت محظوظ ان انا عاشرت الجيل المحترم ده بما فيهم طبعا الكابتن ثابت البطل. عاشرته هو لعيب وانا كنت موجود، انا كنت صغير هو كان موجود من اللعيبه الكبار اللي موجودين. وبعد كده لما كان موجود في الاداره يعني اتعاملت معاه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. فالكابتن ثابت ساب فينا حاجات كتير جدا، الناس اللي حواليه اصغر منه والاكبر منه، لان كان هو فعلا بيمثل حته الرجوله جوه النادي الاهلي. يعني تعاملاته فيها كلمه الرجوله بمعناها الحقيقي، في التعامل، في الكلام، في الوعد، في الاتفاق، في كل شيء. كل الاراء بتجتمع على حته الرجوله دي.
ما يعني كان معروف راجل. حتى يعني لو انت يعني تابعت الماتشات بتاعته اللي هي المتسجله هتلاقي اداؤه كان فيه رجوله غير عاديه وقوه غير عاديه. وكان النادي الاهلي ايامها كان بيطمن بشكل كبير جدا لكابتن ثابت الله يرحمه. قيس على كده بقى بعد ما بطل هو قاد الناحيه الكرويه جوه النادي الاهلي وكان حايز على ثقه مجالس ادارات كتيره جدا وقعد سنين طويله هو اللي بيدير الكوره في النادي الاهلي. دي حقيقة. ويمكن برضو في حاجه مهمه جدا، يمكن الكابتن ثابت حصل بعض يعني كان بيحصل فيه زي مواقف معينه في اثناء ادارته للكوره. ليه؟ لان هو اصلا كان راجل وبتاع مواجهات، فبالتالي الراجل اللي عنده شخصيه وعنده مواجهات مع الناس فبيبقى في بعض المشاكل. بالظبط. ان هو بيقدر ينهي المشاكل ديت على مدار السنين. الصراحه والمواجهه اكيد هيبقى فيها مشاكل. دي حقيقة. وبرضه عايز ازيد على حاجه زي كده، ان هو على مدار السنين اللي هو كان بيدير الكره فيها كان في بعض اللعيبه اللي هي مش ما كانتش بتمشي على نفس النهج بتاع النادي الاهلي. فكان هو اللي بيقف لهم بالمسار. مش هينفع خالص. فبالتالي كان وانا لو قلت لك اسامي كمان يعني خلاص ما كملوش في النادي الاهلي بسبب الكابتن ثابت، لان هو كان حته المبادئ والقيم دي كان بيطبقها. شكل الاهلي، كان عايز شكل الاهلي. هو كان بيمثل النادي الاهلي كابتن ثابت الله يرحمه. فمهما اتكلمت مش هيوفي له حقه، لكن الله يرحمه ويغفر له. وكان من الشخصيات اللي يعني عملت علامه جامده جدا وبصمه كبيره جدا في النادي الاهلي. يعني هو سؤال اعتيادي جدا، لكن انا برضو حابب اعرفه من حضرتك كابتن حماده. ابرز موقف اتعلمت منه حاجه، او ابرز موقف انت استغربت ليه، او ابرز موقف انت ما كنتش متوقعه وشفته مع كابتن ثابت المطر؟ هو في مواقف كتير جدا، لكن انا افتكر ان انا يعني حتى بعد ما خرجت من النادي الاهلي وكنت بروح اشتغل في الصاله في الجيم في النادي الاهلي. فالكلام ده في بدايه التسعينات تقريبا، كان هو سنه كبير وكان عمل اكتر من عمليه وكان بيتصاب كتير. فكنت بخش الجيم وقت ما بقاش فيه حد، الاقي الكابتن ثابت بيتمرن. وكان يجي يسال زي اللعيب الصغير اللي لسه بيبتدي، يقول لي حماده هي العضله دي اليمين خاسه شويه عن الشمال على طول. فكنت بخش معاه على طول الفترات دي. فكنت بشوف فيه تصميم غير عادي، انه يرجع بمنتهى القوه، تصميم كبير جدا وهو بيتمرن في الجيم. فيعني كان عنده حاله غريبه جدا من الاصرار والرجوله والاخلاص ان هو يرجع. وكان فعلا رجع وقعد لفتره طويله جدا، العمر طويل وهو موجود في الملعب بسبب الحته اللي موجوده دي. الله يرحمه ويحسن اليه ويفضل في قلوب كل الاهلاويه زي ما قلت للساده المشاهدين، واكيد هيفضل في قلوبنا كلنا كابتن حماده. تعال نروح للكوره ثاني. اخر مباراه للاهلي وسيمبا، بصرف النظر بقى عن الاجواء الافريقيه، شفتها ازاي المباراه؟ هو خلينا برضو نتكلم بمنتهى الصراحة، النادي الأهلي برضو ما كانتش في حالته الطبيعية. يعني أنا شايف ما كانتش في حالته الطبيعية. مش هو ده مستوى النادي الأهلي، وده مش هو ده في الماتش ده. مش هو ده الفرقة اللي ممكن في وقت من الأوقات بنلعب بره أو جوه بنقدر نكسب. احنا اتخطفنا في الماتش ده، ويمكن اللي فرق كتير جدا معانا حتة الهدف اللي دخل فينا يمكن أثر بشكل كبير جدا على المجموعة كلها. لكن طبعا انا عارف ان النادي الاهلي هيرجع على طول ومنتهى السرعه بيقدر يرد. مش هنقول اسباب كتيره جدا، لكن طبعا يعني احنا يعني رفضنا نتكلم فيها او اتكلمنا فيها، هي حته الاجهاد بتشكل عائق كبير جدا على فريق النادي الاهلي مهما كان. عندك الاجواء الافريقيه كمان، السفريات والاجواء الافريقيه نفسها اجواء صعبه. انت فرقه كسبانها 5-0 ومقدم عرض غير عادي، بالظبط بتخسر منها 1-0 عشان برضو الاجواء دي ما بتساعدكش. على مفيش ملامح يا كابتن حماده، لا خالص. يعني تروح في افريقيا تحس ان انت انا ايه ده؟ يا انا مش نادي الاهلي. لا انا احنا كلعيبه كمان، بالظبط اكيد حضرتك سافرت افريقيا انا كنت بروح افريقيا بحس ان انا مش ايه ده؟ هو في كوره غريبه والملعب غريب والجو غريب وانا كمان الكوره مش ماشيه معايا خالص. ده حاله عامه، انا سالت لقيت حاله عامه. هي افريقيا هتفضل على طول بتسبب مشكله للدول اللي هي مصر غير بقى البطولات او الفرق الشمال افريقيا. بالظبط كده. لازم تسبب لها مشاكل الجو والعوامل الثانيه، جمهور،
ملاعب سيئه، كل الكلام ده موجود وهيفضل موجود لفتره، فلازم يعني لازم نتخطى الحته ديت بان احنا ان شاء الله باذن الله خلال المباراه اللي جايه نحاول نجمع اكبر قدر من الابناط ان شاء الله. يا رب. تعالى نشوف تقرير كده عن راي الجمهور في مشوار الاهلي الافريقي المقبل ان شاء الله والوصول ربع النهائي، ونرجع نكمل مع النجم حماده مرزوق. ان شاء الله يصعد، وبنقع في مشاكل اكتر من كده، والنادي الاهلي قدها وان شاء الله يصعد يعني الدور الثمانيه ويصعد للنهائي، وان شاء الله البطوله في الاهلي ان شاء الله البطوله التاسعه. فرصتنا كبيره قوي، واحنا واثقين احنا كده كده هنوصل لدور الثمانيه ان شاء الله، وهناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله يصعد، وهو لو كسب الماتش الجاي ان شاء الله يعني هيعدي عن الفرق الثانيه. لا النادي الاهلي مؤكد احنا بنوصل الثمانيه طبعا. احنا كلنا بنتكلم في السيمي فاينال والفاينال، ما ينفعش نتكلم على ادوار قبل كده، ده الاهلي في الاخر يعني. لا ان شاء الله يسعى يعني، هو ماتش يعني عادي، بس ان شاء الله يسعى اغلب الماتش الجاي ويسعى ان شاء الله باذن الله. يا فرصه كبيره جدا، خاصه ان احنا يعني بقالنا سنتين بنوصل فاينال وكده، هي فرصه مش صعبه خالص. احنا نادي الاهلي طبعا يعني نادي القرن في افريقيا، فهي فرصه باذن الله موجوده وفرصه متاحه لينا. احنا لسه ان شاء الله ناقصين ماتش فيتو كلوب ده بره ان شاء الله، ماتش المكسب ده بنسبه كبيره لو كسبنا فيتا كلوب يعني خلاص احنا كده في دور الثمانيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون سهله يعني، لان احنا اوريدي لسه الاول، ويعتبر فيتا كلوب هو احنا اللي كنا قلقانين منه يعني، والحمد لله بالنتيجه بتاعت امبارح اعتقد الموضوع اختلف كتير يعني. باذن الله اللعيبه بتستعد بشكل كويس في التمرينات، وكلهم بيحضروا، وان شاء الله هيأدوا بدور كويس وباذن الله خير يعني. فرصه الاهلي كبيره، بس اللعيبه يعني تشد حيلها شويه، لان احنا مجلس الاداره وفر لهم كل شيء، والنادي الاهلي وفر للعيبه كل شيء. فرصه موجوده ان شاء الله نكسب الماتش الجاي في تبره، نكسبه ب 1-0 2-0، ناخد 3 بونت اهم حاجه، ترجع تكسب الشباب الثوره خلاص، انت عندك ماتشين بره وجوه خلاص، 3 بونت 6 بونت 4 بونت يصعدوك. يعني قبل ما ندخل مع الكابتن حماده في الشكل الافريقي، وهل النادي الاهلي قادر على صعود؟ اكيد النادي الاهلي قادر باذن الله، والمجموعه بقى شكلها ايه دلوقتي وترتيب المجموعه. المصري كسب المقصه 2-0، ده بيديك انطباع ايه؟ اولا كان فريق المصري في مكانه لا تليق باسم ومكانه النادي المصري والبلد كبورسعيد يعني. شايف ان في متغيرات كتير جدا خلال الفتره اللي جايه، الفرق اللي هي موجوده تحت زي المصري او الاسماعيلي مش هيفضلوا موجودين فيه، واحنا شايفين النادي المصري ماشي بشكل جيد جدا، كسبان المقصه، ويمكن انا شفت جزء من وراه النادي المصري بيقدم كره كويسه، خلاص اكتسبوا الخبره، جمعوا بناط، بقوا مركزهم احسن كتير جدا، وهيقدموا كمان اكثر يعني. المدرب فرق يا كابتن جدا جدا. انا طبعا بحترم الكابتن ايهاب جلال، من المدربين اللي فعلا بيسيبوا بصمه كويسه على الانديه اللي هم ماسكينها، بيشتغل بهدوء، وانا عارف امكانيات ايهاب جلال، امكانياته عاليه جدا في الحته التدريبيه، وبيقدر يحفظ لعيبته بشكل كويس، فبالتالي هيسيب يعني حاجات ايجابيه على النادي المصري، وهيحطه في المكانه اللي فعلا بتليق بيه ان شاء الله. بصرف النظر هو ماسك مين، مصري او اسماعيلي ايا كان، انا بتكلم على قيمه المدرب. لا هو بيسيب قيمه المدرب وقد ايه بيفرق مع النادي اللي بيمسكه. ده حقيقه، دي حقيقه، وده حضرتك انت ممكن تقيس المدرب بده، لان ممكن مدرب يمسك مثلا 4-5 انديه. برافو عليك. بيمسك هنا وهنا لكن ما بيسيبش بصمه. بالظبط. لكن هو ممكن يمسك 3 انديه يسيب بصمه في 3 انديه. بالظبط. فبالتالي انت بتقدر تحكم على المدير الفني ده مدرب كويس ولا مش كويس. هي دي. بيسيب بصمه، وبصمه بسرعه كمان، او بيدي بصمه بسرعه، لم الدنيا لم الدنيا. النادي المصري كان في مكان بعيد خالص وشكل غريب جدا، فبالتالي هو رجعه بسرعه يعني. انا بتكلم على قيمه ايهاب جلال، ان هو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده بيسيب بصمه بسرعه وبيقدر يلم الدنيا بسرعه. تعال نتكلم عن شكل المجموعه الافريقيه بعد ما النادي الاهلي خسر من سيمبا 1-0، وهل هيبقى في صعوبات للنادي الاهلي؟ ايه المطلوب الفتره اللي جايه افريقيا النادي الاهلي؟ هو طبعا افريقيا الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله انه يرجع بسرعه. شايف ان هو احنا لغايه دلوقتي برضه اول، النادي الاهلي هو اول
لكن عشان يحافظ على المكانه ويحافظ على مكانته ان هو كاول مجموعه لازم خلال الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله ما يخسرش. يعني على اقل تقدير ممكن ياخد منهم 4 بونت، والاهلي شايف ان هو يعني برضو الموضوع مش صعب خالص ان شاء الله، يعني 4 بونت يخش اول مجموعه، ما فيش فرقه هتجيب باذن الله ان شاء الله باذن الله. فانا شايف ان الرجوع هيبقى سهل، لكن طبعا التركيز مهم ومطلوب. والنادي الاهلي عنده الخبرات الكبيره جدا، عندك شهيده الثوره هنا وعندك فيتا كلوب بره يعني على الاقل هتبقى حذر جدا هناك في الماتش اللي بره. ماتشنا ان شاء الله باذن الله. هو فيتا برضه بنتكلم على الاجواء الافريقيه، عارف لو فيتا كلوب يعني عندنا او في اي ملعب من غير افريقيا تقدر تقول لا نكسب ان شاء الله مفيش مشكله خالص، لكن الاجواء الافريقيه تخليك برضه مش عارف هتعمل ايه. هي الـ فرقه فيتا فرقه كويسه، وانا شايف ان النادي الاهلي لما بيلعب فرقه كويسه وجامده بيبقى فرصه كتيره واقوى في المكسب، انا شايف كده. ليه؟ لان الفرق اللي قدامك بتبقى منظمه، الفرق العشوائيه يمكن سيمبا واخدين 6 بونت، لكن انا حاسس ان هم فرقه مش يعني مش فرقه تقيله زي فيتا، فبالتالي انا شايف ان النادي الاهلي ممكن يبقى ليه فرصه كويسه انه يقدر يلعب كوره مع الفرقه ديت ويقدر على الاقل ما يخسرش، يبقى فيه بونت وممكن يبقى فيه مكسب ان شاء الله. هي المشكله كابتن حماده حضرتك شايفها ان النادي الاهلي بيقابل فرق مهلهله فنيا او ملاح فنيه فبيبان شكله كده، ولا المشكله في الاجواء والمشكله انت مش عارف حاله اللعيبه بره في افريقيا تبقى عامله ازاي، ما تقدرش تقول لا انا جاهز النهارده؟ هما الاثنين، انا شايف من وجهه نظري ان الاثنين. الفرقه اللي قدامك لما بتبقى منظمه انت بتقدر تادي وتبقى عارف الفرقه كويس، الفرقه الدرجه الثانيه حتى لما بتلاحظ كده لما فرقه تقيله بتلعب فرقه اقل درجه ان انت يا اما يعني تحط عليهم جامد جدا يا اما تلاقي الدنيا واغلب الاغلب الدنيا بتبوظ منك، الدنيا بتبوظ لان هو بيشدك للعشوائيه بالظبط، فبالتالي تبقى الامر صعب شويه. لا انا شايف ان الحاجتين زائد الاجواء طبعا اجواء يعني متعبه جدا وخصوصا في الظروف اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. لكن في كل الاحوال المراهنه بتبقى على لعيبه النادي الاهلي بتكسبها في الاخر باذن ربنا طبعا. دي حقيقه ان شاء الله باذن الله، لان النادي الاهلي عودنا دايما على مدار سنين طويله جدا ان الخبرات بتحسم الامور في الفترات الاخيره، واحنا يعني شايفين ان الامر ماشي بشبه طبيعي، هو بس حته الخساره الماتش اللي فات هي اللي شويه قلبت، لكن هو الامر ان شاء الله باذن الله هيبقى طبيعي، بحيث ان انت ان شاء الله تخش اول والنادي الاهلي عنده الخبرات اللي يقدر يعدي الفتره ديت على خير ان شاء الله يا رب. عندنا مباراه مهمه جدا في الدوري، المباراه اللي جايه مباراه الاهلي والانتاج. الحربي الانتاج ماشي كويس قوي يا كابتن حماده، في المركز الرابع لغايه دلوقتي، لاعب 21 مباراه عنده 31 نقطه. قبل ما نتكلم في المباراه او في مباراه الاهلي والانتاج فنيا مع الكابتن الكبير كابتن حماده مرزوق، تعالوا نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نتواصل مع حضراتكم. استنى يستعد فريق النادي الاهلي لخوض اختبار جديد في بطوله الدوري العام عندما يحل ضيفا على فريق الانتاج الحربي في 7 مساء بعد غد السبت على استاد بيتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجوله 22 لمسابقه الدوري. الاهلي يدخل هذه المواجهه رافعا شعار لا بديل عن الفوز من اجل اضافه النقاط 3 الجديده في رصيده ومواصله الزحف نحو قمه الدوري العام. لا سيما وأن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خضع حتى الآن في الدوري. يحرص الجهاز الفني على عدم إضاعة أي نقطة في مشوار المنافسة على الدوري الساخن جدا من أجل الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي. الأوروغواياني مارتي لاسارتي المدير الفني للأهلي يدخل هذه المباراة وهو يعي تماما أهميتها بالنسبة لفريقه بجانب خطورة وقوة المنافس الذي يقدم موسما متميزا تحت قيادة مدربه المخضرم مختار مختار، الذي استطاع أن يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 31 نقطة من أصل 21 مباراة خضع حتى الآن في المسابقة. لاعب الأهلي يريدون تحقيق الفوز ومحو أثار الهزيمة من فريق سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مباراتي الداخلية والجونة. من المتوقع ألا يحدث لاسارتي تغييرا كبيرا على تشكيلة الفريق أمام الإنتاج الحربي عن بقية المباريات السابقة،
ومن الوارد الدفع بسعد سمير بجانب ياسر إبراهيم بعدما بات جاهزا للمشاركة عقب تعافيه بنسبة كبيرة من إصابته في العضلة الضامة، حيث أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى أن إصابة اللاعب ليست بالخطيرة وغير المقلقة، لكن الجهاز الفني فضل استبعاده عن مواجهة سيمبا لحصوله على راحة. أهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. خلاص كل المباريات المجبرة النادي الأهلي ومباراة كؤوس، كابتن حمادة عايز كل النقاط من كل المباريات، بقت مسألة أمر واقع. لكن الأهلي متعود على كده، متعود على كده، وخلال الفترة اللي فاتت هو قدر يجمع بنات على أعلى مستوى. يعني يمكن شبه حوالي 4 ماتشات أو 5 ماتشات النقط كاملة يعني. لكن أنا واقفة هنا عند نادي الإنتاج الحربي. تمام. هو والمهم مش المهم إن هو في المركز إيه، المهم أداؤه إيه. بالظبط. أنا شايف إن فرقة الإنتاج الحربي من الفرق التقيلة، أداءها ثابت السنة، شبه ثابت. بالظبط. دي حقيقة. بالظبط. هي مرتبطة بحاجة لسه قايلينها إحنا الاتنين دلوقتي. مدرب. المدرب اللي بيسيب البصمة من ضمن المدربين الموجودين في مصر وبيسيب بصمة في أي نادي هو بيمسكه كابتن مختار، وما خدش حقه بصراحة. يعني هو ممكن كان يعني يبقى متواجد أقوى، لكن أنا شايف برضو أنه هو يعني لا، هو مطلوب وهو لا، ما خدش حقه في الأعلى من كده بكتير. كان يعني أنا معاك، أنا بحبه بصراحة. أنا معاك، هو راجل كده واضح وصريح جدا، وطيب جدا، من أطيب الناس ممكن تقابلها في حياتك. طبعا حضرتك عارف كابتن مختار، أنا من الناس برضو اللي هي يعني فممكن عشان كده ملوش لا هو محترم جدا. هو بس يعني في نقطة مهمة جدا، دايما المحترمين قوي في المجال الرياضي تخيل ما بياخدوش حقوقهم والله مش في المجال الرياضي بس، في كل المجالات. بس ماشي يعني احنا خلينا، انا يعني دايما بتكلم في المجال اللي احنا فيه، في كل المجالات يبقى فعلا دي حقيقة يعني في معظم المجالات. فبالتالي انا شايف ان ماتش الانتاج هيبقى ماتش تقيل جدا. فنية. انت بتلاعب بتلاعب فرقة تقيلة، مستوى شبه ثابت، مدرب بيسيب بصمه كويسه، بيعرف يلاعب الفرق اللي قدامه بشكل كويس، عنده قدرات بحيث ان هو يحول الماتش في اوقات معينه ويقدر يلاعب الفرقه اللي قدامه بشكل فيه خبرات كتيره جدا. كابتن مختار برضو خبراته عاليه قوي، ازاي يتعامل مع الفرق الكبيره، مع فرقه زي النادي الاهلي، دي برضو يعني تقلق شويه وتخلي الماتش يبقى عارف زي ما حضرتك بتقول. يعني قابل الاهلي كتير جدا، هو ماسك فرق وكسب الاهلي اعتقد مع مش عارف كان مع مين بالظبط، لكن بطوله الكاس لو انت تفتكر. كان امبي، فاكر انت؟ كان امبي. انت موجود في امبي انت تقريبا؟ لا احنا كنا موجودين في امبي من زمان، احنا كان قبل الاتحاد. هو امبي من زمان، انا بتكلم تقريبا لا ما كانش معانا الكابتن مختار، كان معانا الكابتن طه بسر. بس لكن الكابتن مختار خد كاس مصر مع امبي، كان معاه مجدي عبد العاطي. ايوه. وخدوا كاس مصر مع امبي. كان ضد الاهلي؟ كان ضد الاهلي. مش متذكر المباراه بصراحه، لكن هو قيمه تدريبيه جدا، عنده فكر تدريبي ثابت بيطبقه في اي مكان هو بيروحه، فعشان كده شايف المباراه صعبه من هنا. بالظبط. لكن تعال نبص بقى من الجانب الاهلاوي، شايف لسارتي ازاي دلوقتي؟ هو حيرنا انا شخصيا، انا كابتن حماده. بص لو تفتكر الحلقه اللي فاتت اللي انا كنت موجود فيها، قلت لي مش هنحكم عليه في الله ينور في عليك البدايات. ما شاء الله الذاكره. انا بفتكر كلام الكره قوي. انا عندي الحته دي ودايما متمسك بيها، وانا لغايه دلوقتي برضو مش قادر احكم بشكل كويس. لكن هو بالعموم والمطلق لا، هي النتائج لغايه دلوقتي ماشيه لحد ما كويس. لكن ما نقدرش نحكم فنيا هيسيب البصمه، هيطور. لا، كل ده برضو لازم محتاج وقت بشكل كويس، على اساس ان هو بيشتغل في اجواء كتيره جدا فيها ضغط، فيها ضغط ماتشات، فيها فرق افريقيه، فيها ماتشات تقيله، فيها بتلعب انديه فيها مدربين مستواهم عالي. كل الكلام ده لازم يتحط تحت ملاحظه فترة طويلة، بحيث ان انت بعد كده تقدر تحكم فعلا المدرب ده. طب حطيت ايدك عليه في ايه بالظبط؟ حطيت ايدك عليه في شخصيته، انت قلت لي فنيات لسه. طب شخصيته شوية. واضح ان هو ليه شخصية. يعني واضح ان هو عنده شخصية قوية، والحاجة التانية ان هو بيقدر يتعامل مع اللعيبة ازاي، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة للمدرب، وخصوصا لما يبقى اجنبي. طب انت كابتن حمادة هسألك سؤال بصراحة جدا، المدرب يبقى عنده حلين، لا يحط سياسة الكل يتعامل عليها، يا إما هو يتعامل مع كل اللعيبة بسياسة كل اللعيبة. فوصل السؤال؟
يعني انا هحط سياسه انتوا كلكم هتدخلوا في السياسه دي. السياسه دي اللي السياسه الاحترافيه قوي، ان انا مش هقعد اروح لكل لعيب. لكن احنا اللعيب المصري بيختلف، اللعيب المصري بيختلف. وذكاء المدرب الاجنبي اللي لما بيجي هنا اول حاجه لازم يعملها انه يحفظ الاجواء بتاعه اللعيب المصري عامل ازاي. ودي من احد اسباب الرئيسيه لنجاح مستر جوزيه، انه قدر يفهم النوعيه المصريه وتفكير اللعيب المصري والبني ادم المصري بشكل عام، وقدر يتعامل معاه سواء لعيب او اداره او جمهور، اللي كل المنظومه دي كلها حبته. فهو عشان هو ذكي، وقدر كمان الحاجة التانية ان طب شاف. بس جاوبني على السؤال عشان اقفلك عند مستر طيب. مانويل جوزيه، انا معاك في الحتة الاولانية اللي هي ان انا سياسة معينة بعملها على اللعيبة كلها، الحق والعدل والتعامل بمنتهى العدل مع اللعيبة كلها. تمام، دي مش هروح بقى لثقافات اللعيب، مع احترامنا لميدو عايز ايه واروح له، مع احترامنا لكابتن حمد عايز ايه، مع احترامنا لتفكير اللعيبة برضو بوصل معاهم لحد معين. طب انت عارف ان مانويل جوزيه ما كانش عامل كده؟ هي الحته الاولانيه بس. بس ما هي دي هتدخل معايا اهلا وسهلا بيكوا على دماغي من فوق، مش هتدخل معايا يبقى انت مش معايا لغايه لما ترجع وتدخل معايا. انا بصراحه مع القرار ده او مع التفكير ده او مع العقليه دي، وانا معاه جدا. اي حاجه تنجح يا كابتن حماده ما تروحش لكل واحد لوحده. لا لا انا بس هو في استثناء صغير. ايه هو؟ ان ممكن يكون في لعيب معين عايز تعامل معين بس مش دلع او حاجه زياده، لكن بقدر اتعامل معاه. عارف هو كان بيعمل ايه بقى في النقطه دي تحديدا؟ لان هو شخصيه تستحق الدراسه بصراحه. هو كان بيروح للعيب، مش بيروح له هو، هو بيروح يفهمه هو عايز ايه. مره واثنين وثلاثه، دي بقى دي العقليه اللي هي بتبقى مختلفه شويه. لكن انا مثلا مش انا تحديدا كلعيب انا عرفت النظام، هو بيقول يا جماعه في سيستم معين، لكن انت عارف مستوى الثقافات في اللعيبه مختلفة صحيح. يعني انت دارس حاجة، انا دارس حاجة، في حد دارس حاجة، فعلا دي حقيقة. انا بتكلم بمنتهى الصراحة معاكم وتعودت على كده معاكم، مستوى الثقافات مختلف. هو بقى عارف وبيسأل ده عامل ايه وده دارس ايه وده فكره ايه وده، لكن ما بيروحلوش بقى انت زعلان ليه، انت في حاجة مضايقاك بره، طب في حاجة عندك مشاكل، يروح له من حتة الشخصية بره الملعب خالص. لكن يروح له يقول له انا عايز منك كذا وكذا وكذا وكذا، وده اللي احنا ماشيين عليه. استجاب اهلا وسهلا، ما استجابش بيروح له تاني، يروح له تالت لغايه وقت معين خلاص وطلعه بره، تعالى انت بقى لوحدك. بص يعني الكلام اللي انت بتقوله ده انا بحترم، هو ده القرار وهو ده العقليه اللي تقدر تتعامل مع اللعيب المصري. لكن في حاجه بقى معينه، قول لي بقى، الجهاز اللي معايا ليه دور مهم جدا في الحته دي. اوكي، اللي هي مثلا مدير كوره، دايما اي مدرب اجنبي بيجي لازم يبقى معاه مدير كوره. ويمكن نجاح جوزيه من ضمن الاسباب الرئيسيه والاساسيه ان كان معاه جهاز بيكمله. يعني بمعنى ايه؟ كان الكابتن حسام البدري مدير كوره، كان الكابتن حسام بيشوف تفكير مستر جوزيه ايه وينفذه ويمشي معاه هو. كانه لعيب معاه بالظبط. هو جوزيه هو خلي بالك يعني ما هو انا قصدي كده ان الكابتن حسام ماشي على نفس النمط، ما ممكن في حد يبوظ لك شغلك. لكن هو حسام البدري قدر فعلا يعمل حته تكميليه، فهم كويس مستر جوزيه عايز ايه وسياسته ايه زي ما انت بتقول. فابتدي هو يمشي اللعيبه ويوصل للعيبه، اذا ما كانتش حاجه واصله له يوصل لهم ان ده هو ده كده. فبالتالي المدير الكوره بيبقى عليه عامل كبير جدا لتوصيل المفهوم ده للنوعيه اللي انت بتقول عليها، ان ممكن يكون في واحد تفكيره شويه مختلف او اقل شويه في الثقافه من واحد لعيب تاني. بالزبط. هو بيقدر يوصل للحته بالزبط. دي. فانا بقول ان الدور الاجهزه الفنيه المساعده للراجل ده كان بيبقى ليها دور مهم جدا في نجاح تفكير الراجل او السيستم اللي هو ماشي عليه بشكل عام. هو مع احترامي طبعا للكابتن حسام، هو ما نجحش انه يعمل كده، هو ده كان السيستم ماشي عليه. ولازم ابين للناس ان ده سيستم كلنا نمشي عليه، وان انا شخصيه ناجحه اصلا، لان انا لو كنت كده كنت انا قدرت احبب كل اللعيبه فيا في الفتره اللي انا مرنت فيها اي فريق، انا بتكلم عن نفسي يعني. لكن لو انا ماشي بسيستم معين هفضل ماشي في السيستم ده غصب عني، لما تجيلي فرصتي انا بقى هظهر انا كعبد الحميد حسن بشخصيتي بطبيعتي. لو مختلف معايا حقك. لا انا اختلف معاك في حاجه صغيره. قولي. ان هو اصلا كان شغال، هو وظيفته كانت كده، فلما استقل بذاته وابتدى هو انا بتكلم في العموم. لا ما هو لازم هنفرق في الحتتين دول. لو حضرتك يعني عايز تتكلم في شخصيه معينه ما فيش اي مشكله. يعني انا قصدي ايه؟ أوكي. ان هو يعني فهم الراجل ومشي على نفس السياسه بتاعته بالظبط، سيستم. لما ابتدى ياخد الشخصيه بتاعته
وان هو وتفكيره هو اتغير الوضع خالص خالص بالظبط. ما ده اللي بتكلم فيه على فكره، احنا ما اختلفناش. لا ما اختلفناش بس ممكن يكون ايه يعني قصدت لي بشكل تاني. لا خالص ما اختلفتش. انا قلت لك ان هو سيستم بيمشي راس الجهاز الفني، ودي اهم حاجه. دايما بنقول اكيد حضرتك طبعا اكتر مني درايه، يعني راس الـ او الراس الهرميه هي اللي بتخلي الهرم كله ثابت او مش ثابت. هيمشيها هينجحها او هيمشيها هيبقى فيها خلل. ممكن زي ما بنشوف هنا في مديرين فنيين يقول للمدرب العام ايه، روح شوفه ماله وانا اظهر بوش بتاعي. ما ينفعش. لا ما ينفعش. لو انا مش انت وكلنا احنا حاجه واحده في نفس الاسلوب ونفس السيستم مش هيبقى في نجاح. هو ده اللي كان بيعمله جوزيه، عشان كده بقول لك شخصيه فعلا تستحق الدراسه. لكن هو اطلع بره الملعب بقى تقول له جميل، قول له تعالى نتشقلب يقعد يتشقلب معاك. والله ما بهزر. قول له تعالى مش عارف نروح فين يجي معاك. إيه انت في حاجه؟ طب انت محتاج حاجه؟ لكن في الملعب نزلت التدريب ولا يعرفك ولا يعرفك. هو ده النجاح، الثقافه اللي احنا نفسنا. الحمد لله النادي الاهلي مطبقها. هو النادي الاهلي اي حد او اي مدرب بيجي ويخرج عن الحته ديت ما بينجحش، دي حقيقه. فبالتالي النجاح دايما بيبقى موجود اللي بيخش المنظومه وبتدي يشتغل بشخصيته وبتفكيره مع منظومه النادي الاهلي كلها، بالاثنين بيكملوا بعض. فبالتالي بيحصل نجاح لو الشخصيه ديت شخصيه كويسه فنيا كويسه. اكيد. شايف لسارتي بيحاول يحافظ على التشكيل العام للنادي الاهلي؟ انا شايفه ان هو ممكن يبقى مستسهل المباراه وعنده الثقه الكامله ان الاهلي هيكسبها، فبيحاول يريح اللعيبه ويحاول يستبدل بحيث ان هو يحافظ على الشكل اللياقه العامه للعيبه تفاديا للاجهاد، لكن هو في حاله اجهاد طبيعي. ده حضرتك شايفه كده ولا انا شايف غلط؟ لا هو أنا يعني هو انا شايف نص يعني. ازاي يعني حته التغيير الكتير في الفرقه هو مضر للفرقه. انا عايز اخد باللي انت بتقول عليه ده بس في حدود معينه، بحيث ان يبقى التغيير ما يبقاش كتير. هو بيعملها في حدود بصراحه، بس المشكله ان هو بيعملها في مباريات انا محتاج فيها لعيبه تقيله. يعني مباراه انبي كانت ممكن تروح. ايوه. مباراه ايه تاني كانت ممكن تروح؟ حرس الحدود. حرس الحدود. وبقى عنده بيبقى دجله قلب بيغششني اهو دجله. يعني بيبقى ظهر الوضوح قوي حرس الحدود بالظبط. عنده الثقه الكامله ان انا هكسب، فريح بقى اللعيبه عشان الاجهاد. فدي ممكن لا قدر الله تدخلك في تعادل، تدخلك في ماتش راح منك، وده كان ممكن يحصل في اي ماتش من الماتشات اللي فاتت. انا معاك في النقطه دي بشكل كبير جدا. عشان كده دايما حته التغيير او حته الدخول وخروج حد لازم تبقى في حدود معينه وبتفكير معين وبدراسه الفرق اللي قدامك بالظبط. وده ممكن هو يكتسبها خلال الفتره اللي جايه. اكيد. يعني ياخد خبرات من الماتشات وبالفرق. اهم حاجه هياخد خبرات، دي اهم حاجه. اهم يعني حاجه تفرق كتير. مباراه الاهلي والانتاج، تعال نشوف الجمهور متوقعه ازاي ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. توقعاتي ان مباراه الاهلي والانتاج الحربي 2-1 للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم 3-0 للنادي الاهلي، وان شاء الله احنا كلنا امل ان الاهلي ياخد الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله. بقى 3-0 ان شاء الله. 3-0 لان النادي الاهلي بقى كويس وبقى ممتاز وبقى فيه اداء حلو قوي. 2-1 ان شاء الله. النادي الاهلي هيكسب مش اقل، يعني مش اقل من 4-0، لان النادي الاهلي ده نادي جامد وكل اللعيبه بتاعته ما بتتحمل المسؤوليه ودايما مشرفنا. 2-0 الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله هيغلبوا 3-0 وان شاء الله هيبقى الاهلي هياخد الدوري السنه دي. 4-0 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 3-1 عشان احنا ظلمنا في ماتش الانتاج الحربي ده في الدور الاولاني من الدوري، وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. الجمهور دايما عنده ثقه في لعيبته ومتفائل دايما. حتى هو عنده ثقه في اللعيبه، هو التفاؤل بيجي من الثقه يا كابتن احمد. صحيح صحيح. فهو بصراحه والنادي الاهلي دايما قال لهم خلوا طموحكم فيا ملوش حدود. هو خلاص عشان كده الجماهير بقى حق مكتسب عندها ان الاهلي ياخد اي حاجه ويكسب اي حد. هو النادي الاهلي نفسه وصل جمهوره لكده بالظبط. خلاص بالظبط. على مدار سنين طويله بالظبط. فبالتالي الطموح والطمع في ان النادي الاهلي يحقق بطولات هو موجود دايما عند اصغر مشجع للنادي الاهلي.
دي حقيقة يعني. فخلاص يعني الأمر بقى زي ما أنت قلت، حتة الثقة بتدي تفاؤل، فبالتالي الجمهور النادي الأهلي دايما بيبقى ثقته كبيرة جدا في ناديه وفي لعيبته، فبالتالي بيبقى فيه تفاؤل في حتة النتيجة يعني. إيه المطلوب بعد بكرة يا كابتن في هذه المباراة تحديدا؟ اولا طبعا حته لو كلمنا في ناحيه فنيه، هو بس ازاله حته الاجهاد العام اللي موجود عند النادي الاهلي، وده النادي الاهلي دايما موجود عنده الامكانيات العاليه جدا اللي تقدر تخليه يخرج من الحته دي بشكل كويس. تاني حاجه انه يبدا يفصل، وده النادي الاهلي دايما قادر على ان انت خلاص ماتش خسرته بترميه ورا ظهرك وبتدي تفكر في اللي جاي، بتدي تفكر في حاجه ثالثه اللي هي ان انا دخلت في حته الدوري العام واهميه الدوري العام، فبالتالي اركز بشكل كويس قوي. الحاجه اللي بعد كده ان انا بلعب فرقه الانتاج الحربي، فرقه زي ما اتكلمنا عليها بشكل يعني كبير، ان فرقه تقيله ومعاها مدرب كويس، فبالتالي اشوف الـ 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 القوه ايه وشغلهم ايه، وبالتالي ادرس الفرقه اللي قدامي بشكل كويس وابتدي اخش على الماتش بحيث ان انا ابقى مامن نفسي كويس قوي، ما بقاش في ثقه كبيره جدا ان انا او بزياده قوي ان انا فرقه الانتاج زي ما انت قلت من فتره ان لا ما مش عايزين حتى لا احنا بنلعب الانتاج الحربي، مفترض ان احنا بنبقى حريصين جدا ومأمنين نفسنا بشكل كويس قوي. وانا شايف ان النادي الاهلي دايما زي ما قلنا بيرجع بسرعه ومع الفرق المستوى عالي بيقدر يؤدي بشكل كويس. طب الكابتن مختار ممكن لو دخلنا في دماغه ممكن يفكر في ايه؟ هو في المركز الرابع عنده 31 نقطه، عنده أريحية كبيرة جدا في الدوري، ممكن يهاجم الأهلي، ممكن يضغط على الأهلي، ممكن يبقى طماع قوي انه هياخد 3 نقاط من الأهلي، هو او يباغت الأهلي بشكل عام. هو تفكير النادي الانتاج الحربي او تفكير الكابتن مختار ان هو بيلعب النادي الأهلي، هو بالتالي المركز هو موجود فيه ومأمن نفسه كويس بالمركز اللي هو موجود فيه، هو عايز يعمل عرض كويس يقدر ياخد اي حاجه من النادي الاهلي سواء ان هو بونت او 3 بونت، وهو دايما الكابتن مختار بيتعامل في بالمنطق ده بشكل فيه عقلانيه. يعني انا ممكن اهاجم النادي الاهلي لكن بيبقى فيه حته ايه يعني عارف اهاجمه ازاي بالظبط كده. انما في فرق يعني لو انا هاجم او هدافع يعني ان انا بهاجم بمجرد ان انا بلعب النادي الاهلي عشان الناس تقول عليا ان انا بهاجم، بص ده فرقه الانتاج ده لا هو ما عندوش الحته دي، لا لا منظم هو، ويمكن في بعض المدربين عانوا من الحته دي ان هو بينزل ويلعب مفتوح مع النادي الاهلي ويهاجم عشان يتقال، وبالتالي بيقدر بيخسر بنتيجه كبيره بالزبط. فهو الكابتن مختار عنده حته الوسطيه ديت وعنده حته الخبرات اللي يقدر يتعامل مع فرقه النادي الاهلي. فكرتني بتشيلسي لما نزلوا ضاغطين على السيتي، اتفرجت على الماتش ده؟ اوعى لو ما اتفرجتش لازم تتفرج عليه. اتفرجت على فترات منه حقيقة. تشيلسي نزل ضاغط على مانشستر سيتي، مش عايز اقول لك ايه اللي حصل فيهم يا كابتن، مش عايز كتير يعني خسروا كتير قوي، ويعني كان ممكن اجوان كتير كمان يعني انا مش عارف هو عمل ليه كده مدرب تشيلسي ساري وبيلاعب فرقه كمان ما انا هقول لك عايز حد يضغط عليه، ما انا هقول لك السبب حته المدرب. وفي مدرب شاب، هو مدرب شاب ساري، لا ساري كبير، ساري كبير. انا ما كنت بقول ان يعني فين الخبرات ان انا بتعامل مع فريق دي المشكله بقى هو عنده أو ممكن يكون سن كبير بس ما عندوش الخبرات اللي تقدر الاعب عنده كل حاجه بس ما مش عارف تفكيره ايه ان هو يضغط على مانشستر سيتي وهي فرقه كمان عايزه تجيبك عندها تحت ده هو بيتعمد ان هو يضايقك ويقعد يستحوذ عشان انت تيجي له تضغط عليه عشان يفضل ساعات عندك مش عايز اقول لك اتعامل لازم تتفرج على الماتش ده. كابتن حماد انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما بستمتع معاك والله. انا اللي بشكرك ودايما منور وانا دايما ببقى سعيد بوجودي معاك ودايما بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انتهت فقره الكابتن حماده مرزوق نجم الاهلي واللي بصراحه بيتكلم في الفنيات قوي قوي وبيتكلم كمان بجراه كمان شديده جدا، بحييه جدا ودايما مستمتع معاه.